صباح الخير متابعينا، أسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل الخير. إذا تبقى المملكة اليوم تحت تأثيرات هذا المنخفض الجوي المصنف بأنه من الدرجة الأولى أي الدرجة الأضعف وفقا لمقياس شدة المنخفضات الجوية. درجات الحرارة اليوم تبقى دون معدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت من العام بقليل، يعني يتوقع أن يكون الطقس بارد بشكل عام متقلبة بين غائم جزئي وغائم، وتلقى فرص الأمطار حاضرة خلال ساعات نهار هذا اليوم وخاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. فمثلا درجة الحرارة اليوم في العاصمة عمان كحد أقصى تصل إلى 13 درجة مئوية مع بقاء فرص الأمطار حاضرة أحيانا، ينقشع الضباب تدريجيا أثناء النهار بمشيئة الله تعالى. خلال ساعات الليل القادمة يبدأ تأثر المملكة تدريجيا بامتداد لما يسمى بالمرتفع الجوي السيبيري المترافق مع اندفاع لكتلة هوائية يعتقد أنها ستكون شديدة البرودة لمثل هذا الوقت من العام. خلال ساعات الليلة القادمة يتوقع أن يطرأ بالبداية ارتفاع لنسب الرطوبة ويتشكل الضباب في أجزاء واسعة من المملكة، كما وتتراجع فرص هطول الأمطار بشكل واضح ولافت، وتنخفض درجاتها إلى مستويات قد يجعلها كفيلة بأن تتشكل الصقيع في بعض الأجزاء سيما في مناطق البادية السهول الشرقية بالإضافة إلى جبال أشرة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى للقادمة. نبدأها شمالا من إربد، تكون العظمى 16 الصغرى 8 درجات، جرش 17.7، المفرق 17.6، وفي عجلون 14 إلى 6 درجات مئوية. المناطق الوسطى عمان 13.5، البلقاء 14.9، مأدبة 15 إلى 5، الزرقاء 17 إلى 5، وفي البحر الميت من 21 إلى 13 درجة مئوية. جنوبا في الكرك 11.4، الطفيلة 12.6، الشوبك 10 إلى 4 درجات مئوية، معان 14.4، وفي العقبة من 20 إلى 11 درجة مئوية. ختاما في المناطق الشرقية من المملكة في أرويشد نبدأها تكون 15.6، الصفاوي 17.4، وفي الأزرق من 18 إلى 5 درجات مئوية. ضرورة الانتباه هذه الليلة من يعني مخاطر انخفاض درجات حرارة، بالتالي ندعوكم إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، كما نرجوكم دائما الانتباه أثناء القيادة على الطرقات بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.